المهم الواحد الاهلي اكبر هو اخوتي. جيت تلقيت فرصه عمل مجانيه اتعلم ان شاء الله الحلاقه واساعد اهلي بها. اني فاقد امي وابويا بسبب داعش تحرير الموصل، توفوا بقصف، واني برقبتي 7 بنات يتامى، ودخلت الى المعهد انا اتعلم الحلاقه وفتح لي رزق. هو هذا معهدنا لواسطه الخير فقط. سوف تقوم نقابه العمال بقرض لمده 3 ملايين للمتدرب بعد حصولي على الشهاده بنجاح، ويقوم بتسديدها لمده 4 سنوات وبدون فائده. اللي يجتاز دوره بمعدل 75 فما فوق احنا راح نوفر له فرص عمل، وهدفنا انه القضاء على البطاله اللي ما تعرضت هاي المدينه من مآسي ومن حروب وتدمير، فنريد ننهض بالشباب نقضي على البطاله قدر امكاننا ان شاء الله.